مع بدء الحظر الذي فرضته أغلبية الدول بسبب وباء كورونا، بدأت المبادرات الشبابية اتخاذ ما يلزم للتكيف مع الواقع الجديد. ففي الأردن انطلقت مبادرة التزم ليعمر الوطن التي تتوجه لأهالي مدينة الزرقاء، وبدأت التحول الرقمي لجميع مبادراتها والتواصل مع الشباب عبر تطبيقات التواصل المرئي والصوتي بدلا من التلاقي المباشر، مثلما فعلت مع مشروع فزعة الخيري الذي يقدم دروسا لطلاب المرحلة الثانوية ويخصص حصصا لتقوية اللغة الإنجليزية عبر فيسبوك، وهو الأمر ذاته الذي فعلته أيضا مع مشاريعها الأخرى. عن هذه المبادرات نتحدث الليلة مع ضيفنا من عمان، مدير ومؤسس مبادرة التزم ليعمر الوطن، قيس الجبر. أستاذ قيس، أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. شكرا على هذه المبادرات الجميلة، بالفعل طرحنا جزء منها، لكن السؤال الأكبر أن نتحول من الواقع إلى كل ما هو رقمي، هل اتخذتم هذا القرار فقط لأن جائحة كورونا أتت وفرضت علينا ذلك؟ أول إشي أهلا وسهلا فيكي ويعطيكم ألف ألف عافية يا رب، وإن شاء الله رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. شكرا. هلأ مبادرة التزم لعمر الوطن، إذا عم نحكي إحنا عن 7 سنين بالعمل مع الشباب من 2013 لليوم، للأمانة من 2018 وليس بس فقط بجائحة كورونا، من 2018 إحنا بنحاول نرقمن فعالياتنا وبعض أنشطتنا لحتى نوصل لحد للشباب اللي ما بيقدروا يشاركونا ميدانيا. ومن 2018 لحد 2020 احنا لساتنا بنشتغل على رقمنة الفعاليات، وكان كل مالنا عم نتحسن. لكن في يوم وليلة بشهر 3 أقررت الحكومة الأردنية بأنه فرض حظر شامل ومنعت التجمعات الشبابية أو التجمعات بجميع أشكالها عشان مرض كورونا. صحيح. فوقتها إحنا اضطرينا نحول فعلياً كل فعالياتنا حتى اللي كانت ميدانية بحت إلى رقمنة، فكانت نوعاً ما تحدي، إلا أنه الحمد لله قدرنا نعملها. كيف كانت قيس ردود فعل الناس على كل هذه المبادرات؟ أنت تعرف جيداً أن الشباب ما عندهم أبداً مشكلة مع الإنترنت ومع مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أحياناً في بعض الفئات لا تعرف أو لم تكن يوماً على اتصال مباشر مع هذه المواقع، واليوم فرض الموضوع عليها. 100%. هلأ إذا بدي أكون كثير صريح صراحة، إحنا الفئة المستهدفة عندنا في المبادرة ترتكز على الشباب اليافعين، والشباب اليافعين نوعا ما تمكنهم بالإنترنت واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي كثير جيد. هلأ بأزمة كورونا كونه حولنا الفعاليات، في منها تحول لأبليكيشنز غير الفيسبوك والإنستغرام اللي إحنا بنعرفهم بالعادة، صرنا نروح على الأبليكيشنز زي الميتينج روم وهيك شغلات زي زوم وسكايبي وغيره. فشوي الشباب كان عندها تحدي بكيف تستخدمه، فإحنا لليوم بفعالياتنا على مدى أكثر من 70 يوم بفعالياتنا الإلكترونية حاولنا نضلنا نعلم الشباب، إن كان بفيديوز موجودة على اليوتيوب أو حتى بجلسات خاصة بكيفية التعامل مع هاي الابليكيشنز، لحتى يشاركوا مش بس في الميتينجز تاعونا أو في التدريبات أو في الجلسات تاعتنا أو نشاطاتنا، لحتى يشاركوا مع المؤسسات الثانية. والحمد لله أنه كنا إحنا السباقين برقمنة كل الفعاليات، فكنا من أول المبادرات على مستوى المملكة اللي قدرت أنها تحول فعالياتها لفعاليات رقمية. والحمد لله بالعكس كنا خايفين صراحة أنه يكون الإقبال ضعيف كونه الشغل الميداني بالعمل التطوعي هو نكهة التطوع. صحيح. لكن الحمد لله شفنا كل الشباب، بالعكس صار يجينا شباب أنا أول مرة عم بسمع فيه، يعني عم بشوفه معانا في العيلة في المبادرة، وأيضا كون أنا بحكي لك إحنا بنشتغل في الزرقاء عم نشوف ناس من جنوب الأردن وشمالها من إربد ومعان، وهي محافظات بعيدة عن الزرقاء. يعني وصلت مبادراتكم إلى مختلف المناطق. قيس، لفتني في حديثك كلمة العائلة، وكأنه هذه المجموعة يعني تحت سقف واحد تضمها عائلة واحدة، وربطتم اسم المبادرة أيضا بمسألة يعني الوطن، مسألة إعمار الوطن تحديدا كما أقرأ الآن. هل تصب بالفعل كل مبادراتكم في هذا الإطار؟ هلا اساسا سبحان الله بعد 7 سنين من الشغل بالميدان باسم التزم ليعمر الوطن، اليوم الكل عم بشعر أهمية الالتزام في عمران الوطن وأهميته خصوصا لنتعدى هاي الأزمة. للأمانة الوطن دائما كان أم، مهما اختلفت الأوطان، وطنك ووطني ووطن جميع المشاهدين هو العائلة إلنا.
فبجونا في المبادرة كونه إحنا ندعي بأنه إحنا من نخلق مساحات آمنة لهذول الشباب اليافعين في ظل عدم توفرها في محافظتهم، عم نكون فعليا عم نكون عيلة صغيرة، عيلة ثانية لهذول الشباب، لأنه في مشكلة يمكن إذا تسمحي لي أحكيها، أنه أغلب العائلات، أغلب العائلة الشباب اللي بيعودوا العائلات، العائلات هاي ما بيكون عندهم فكرة يعني يسمعوا الشباب أو يكونوا قراب منهم أو حتى ينموا مواهبهم وغيره. هون إجا دورنا وقدرنا نعمل هذا الموضوع، فبالعادة بيستخدموا مصطلح أنه أنا ولا طالع مع عيلتي. لما نشوف تفاعل الشباب والصبايا مع بعض والشباب بين بعض وطلعاتهم، حتى صاروا صحاب أكثر، ما كانوا يعرفوا بعض، كل واحد جاي من بيئة شكل، بس كلهم جايين يقعدوا مع بعض، وطريقة تفاعلهم مع بعض فعليا بتحسسك بطعم العيلة. فأهمية التطوع بأنه نكون كلنا كمنظومة عمل تطوعي من كل المبادرات والمؤسسات تشتغل بهذه الجهود بمسمى العيلة، لأنه في النهاية كلنا هدفنا واحد اللي هو عمران الوطن إذا كنا بنحكي عنه أو بشكل عام. اسمح لي قيس هنا أن أسألك عن مشاريع العائلة المقبلة. أكيد. هلا في عنا مشروع للأمانة إن شاء الله رح يكون نقلة نوعية في العمل التطوعي، وهو أول مدرسة افتراضية رح أذكر أنها في الأردن، لكن ممكن أنها تتعدى مرحلة الأردن للشرق الأوسط إلى العالم، أنه إحنا رح نأسس أول مدرسة افتراضية تمنهج العمل التطوعي. بيقدر فيها الشاب يفوت فيها من ستيب 1 للصف الأول تطوع، لحتى يتخرج فيها متطوع واعي قادر على أنه يحمل سلوكيات وصفات المتطوع اللي بيقدر فعليا يأثر، لأنه للأسف لكن التطوع بشكل عام مرن، فممكن أنه يعني يستثمر أو يستغل بطريقة غير شرعية أو مش منيحة. فمنحاول إحنا هنا في هاي المدرسة أو هذا المشروع القادم كونه مدرسة افتراضية ورح تكون أغلبها عن طريق الفضاء الرقمي أو مرقمنة، رح نحاول فعليا نأسس متطوع قادر على أن يحمل رسالة التطوع السامية، فهي رسالة ربانية بنقدر من خلالها نتقرب إلى الله ونتقرب لمجتمعنا ونحل مشاكلنا بشكل عام.